سيداتي سادتي، مساء الخير. نحن الليلة على موعد مع إنسان عظيم اجتمعت في شخصيته صورة عصره بما فيه من عناء ونضال وتطلع. برز في لحظة من لحظات تاريخ أمتنا العربية فخلدها وخلدت، بل كان وسيظل أبدا معلما من معالمها، وكان وسيظل أبدا قدرة فعالة في التطوير والتنوير. نشأ مع البسطاء والفقراء في ضروب مغاغة بالصعيد، ثم جاء إلى أزقة كفر الطماعين. هنا أقترح عليك شيئا من التغيير، فلم أسكن كفر الطماعين ولم أعرفه قط، وإنما كنت ساكنا في مكان يقال له حوش عطية في الجمالية. في حوش عطاي بالجمالية، ثم جاء بحي الأزهر الشريف فنهل من التراث العربي والإسلامي وارتبط بأوفى أصوله وأعرقها، ثم سافر إلى باريس وتفتحت أمامه آفاق الثقافة البشرية بمختلف روافدها وأصولها وأبعادها. نهل منها الدكتور طه حسين، بل تمكن منها وعيا ومعرفة وإحساسا، وجمع منها زادا بالغ الخصوبة امتزجت فيه ثقافته العربية الأصيلة بالثقافات اليونانية والرومانية والأوروبية عامة. ثم عاد إلى القاهرة برسالة تأصيل وتجديد لحياتنا الثقافية، بل لحياتنا الاجتماعية كذلك، وأصبح رائد فكر أدبي ورائد تقدم اجتماعي يشارك بقلمه المضيء وعقله الفعال وشخصيته القادرة في بعث مرحلة كاملة للتطوير والتنوير في حياة الأمة العربية. ما أكثر المعارك التي خاضها، وما أكثر القيم التي أرساها، وما أكثر المنجزات التي حققها من أجل سيادة المنهج العقلي في الأدب، من أجل إشاعة الديمقراطية في حياتنا الاجتماعية والسياسية، من أجل أن يكون التعليم للناس كالماء والهواء. بالبحث العلمي العميق والإبداع الأدبي الخصب والجهد العملي المتفاني شق طريقه وشق لنا الطريق. مشاهدينا الأعزاء، نحن الليلة على موعد مع الأستاذ الكبير الجليل الدكتور طه حسين. قبل برنامج كاتب وقصة ما يقدم فصلين من كتابه المعذبون في الأرض، سنلتقي بسيادته، نستمع إلى آرائه ووجهات نظره في العديد من القضايا الأدبية في الحياة. دكتور طه، نحب نقول لسيادتك بالنيابة عن السادة المشاهدين كل سنة وانت طيب، فأظن أنك ستستقبل العام الأول بعد 80 في خلال أيام. نتمنى لك طول العمر ودوام العافية. بارك الله عليك وعلى السادة المشاهدين يا سيدتي. هناك بغير شك في الأيام الخصبة التي عشتها أشياء وأشياء لم تقلها في الأيام التي كتبتها، يا ترى نقدر ننصت إلى بعض هذه الأشياء؟ هذا يطول جدا وأكثره سياسي، وشرحه يستغرق وقتا لا يليق بي أن أختلسه من وقت المشاهدين ومن وقت التلفزيون أيضا. وأهم ما يمكن أن أقول هو أن من الأشياء الخطيرة التي عشتها وسعدت بها فيما بيني وبين ضميري وشقيت بها في ظاهر الأمر، ما كان بيني وبين الملك فؤاد رحمه الله والملك فاروق رحمه الله أيضا من اختلاف في السياسة. أنا أطالب بالديمقراطية والحرية، وهما يريدان أن يكون الأمر لهما، وهكذا. وكذلك ما كان بيني وبين الوفد المصري
في أول الأمر عندما كنت أكتب في جريدة السياسة التي أصدرها الأحرار الدستوريون، هذان الأمران، الخصومة بيني وبين القصر وبيني وبين الوفد، هذان الأمران هما اللذان أثارا هذه الثورة الهائلة التي شغلت الناس عاما كاملا، حينما صدر كتاب في الشعر الجاهلي. فالخصومة لم تكن دينية ولا أدبية، وإنما كانت سياسية، وشارك فيها الأزهر باسم الدين، ولكن شيخا من شيوخه رحمه الله تبرأ من أن يكون له دخل في هذه الخصومة، ودعا على الذين حرضوه وحرضوا الأزهر على هذه المشاركة، وهو القصر من جهة والوفد من جهة أخرى. وكم تلقيت كتب التهديد بالقتل من أجل كتاب الشعر الجاهلي، وكم تلقيت تهديدات من أجل أشياء أخرى لا مصدر لها إلا هذه الخصومات السياسية. دكتور طه، في حياة كل عظيم مثل تأثر به ومفكر دله على قيمة الأشياء ومعلم هيأ له الطريق، هل أطمع أن أعرف جانبا منها؟ أظن لا تطمع يا سيدتي، لأني لست عظيما. هذا تواضع كبير. لا، لست عظيما، ومع ذلك فقد تأثرت بكثير من زعماء الثقافة القديمة اليونانية واللاتينية، ومن زعماء الثقافة الأوروبية، ومن زعماء الثقافة العربية. وكان أهم الذين تأثرت بهم من زعماء الثقافة العربية الجاحظ من جهة، والمبرد من جهة أخرى. فقد كان من أول ما قرأت في الأدب المنثور كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، والرسائل للجاحظ، وكتاب الكامل للمبرد. وهذا أثر في تأثيرا أدبيا عظيما، إلى جانب الدروس الأدبية التي كنت أسمعها في الأزهر من الأستاذ الشيخ سيد علي المرصفي رحمه الله، والذي قرأ لنا ديوان الخماسة وشرحه لنا، وقرأ لنا كتاب الكامل للمبرد، وأخذ يقرأ لنا كتاب الأمالي لأبي علي القالي. وكل هذا أثر في حياتي الأدبية تأثيرا شديدا. في بداية حياتك كانت هناك رسالة محددة ناضلت من أجل تحقيقها، يا ترى بعد بلوغك المرحلة الماسية من حياتك تشعر أنك أديت الرسالة كاملة، وإيه أعظم شيء تفخر بأنك حققته؟ لم أكن أتمنى في حياتي إلا أن أكون أديبا يقرأه الناس ويسمعون له إذا قال. وأعترف بأن الناس كانوا أكرم مما كنت أظن، فقد سمعوني وردوا، وقرأوني وردوا، وإن سخط علي كثير منهم، مع أني أعترف مخلصا بأني لم أرضى عن نفسي في يوم من الأيام. هذا هو الأديب الكبير. طيب دكتور طه، كانت حياتك سلسلة من المعارك الأدبية، ووصل بعضها إلى المناداة بحرق كتبك، ولكن مع حدة هذه المعارك بنعترف أنها أفادت حياتنا الثقافية وأغناتها.
ايه هي اهم وكل هذه المعارك التي طالبت بحرق الكتب والتي تهددت بالقتل والتي طالبت بفصلي من الجامعة واضطرت عدلي يكن باشا رحمه الله إلى أن يعرض الثقة بالوزارة إذا أخلت من الجامعة، كل هذه المعارك انتهت إلى لا شيء، وتحقق كل ما أردت أن يتحقق وما كان الناس يسخطون عليه في كتاب الشعر الجاهلي أصبح هو الرأي الذي يعلم في مدارس العليا وفي الجامعة وفي دار العلوم وهكذا. فما شكي في الأدب الجاهلي وأن كثيرا منهم تحل في الإسلام أصبح بعد أن كانوا يسخطون عليه سخطا شديدا أصبح شيئا يدرس الآن في المدارس. أظن دي أكبر مكافأة يعني. كان بينك وبين الأستاذ توفيق الحكيم مساجلة طريفة حول روح مصر، كان رأيك أن روح الأدبي المصري بيتكون من 3 عناصر: العنصر المصري، العنصر العربي، والعنصر الأجنبي. وما زلت مصرا على هذا. طيب دكتور طه، أنت صاحب الرأي الخالد، العلم كالماء والهواء، بل صاحب النضال من أجل تحقيق ذلك. الأشياء دي أصبحت متحققة هذه الأيام، إيه اللي تحب تقوله في ضوء خبرتك؟ أحب أن أسأل الله الرحمة والرضوان للأستاذ المرحوم نجيب الهلالي الذي كان وزير المعارف وقتا ما مرتين، وهو أول من قرر مجانية التعليم الابتدائي، وأنا قررت مجانية التعليم الثانوي والفني. وأحب أن أشكر للسيد رئيس الجمهورية أنه حقق ما منعت أنا من تحقيقه، وهو مجانية التعليم الجامعي، فقد طالبت به عندما كنت وزيرا ولكن الملك أبى ذلك كل الإباء وقال إني أريد أن أنشر الشيوعية في مصر، وقبل الوزراء رأيه فلم يوافقوا على مجانية التعليم العالي. وما أنسى فلن أنسى حديثا دار بين الأمير محمد علي رحمه الله وبين مصطفى النحاس رحمه الله أيضا بمناسبة مجانية التعليم وبمناسبة الماء والهواء التي تذكرينه، فقد قال محمد علي للنحاس: إذا كان طه حسين سيصل إلى ما يريد ويعلم الناس جميعا فمن يخدمنا في بيوتنا؟ فرد عليه النحاس رحمه الله ردا حسنا جدا، قال له: إنك راجع من أوروبا في هذه الأيام وقد كنت في الفنادق الكبرى هناك. قال: نعم. قال: لم تكن تخدم في الفندق؟ قال: بلى. قال: فكل الذين كانوا يخدمونك في الفندق تعلموا كما يريد طه حسين أن يعلم الناس. قال: إذا كان هذا كذلك فلا بأس. طب دكتور طه، سيادتك مشغول بإيه الأيام دي؟ ترى في كتاب جديد؟ أريد وأتمنى أن أتم كتاب الفتنة الكبرى الذي كتبت منه جزئين وبخي منه جزء، ولكن مع الأسف الشديد أقرأ لهذا كثيرا ولا أستطيع أن أملي، لأن الصحة لا تريد أن تمكنني مما أتمنى. نرجو لك، أسأل الله أن يمنحني من الصحة ما يمكنني من إتمام هذا الكتاب ومن إتمام كتاب الأيام إذا أمكن هذا أيضا. نرجو لك دوام الصحة والتوفيق إن شاء الله.
طب دكتور طه، سيادتك بتطلع على أدب الأجيال الجديدة من أدبائنا، كتاب القصة، الشعراء، النقاد، رأيك إيه في مستواهم وفي إنتاجهم كرائد للأدب العربي؟ أولا هم لا يعترفون بأني رائد للأدب العربي كما أني أنا لا أعترف بهذا. ثانيا سيادتك يمكن لا تعترف، ولكن أظن أنهم يعترفون. إنما أكثر الذين يكتبون الآن لا يرسلون إلي آثاره، وقد أعجبت ببعض الكتاب القصصيين مثل نجيب محفوظ وثروت أباظة ويوسف السباعي ويوسف إدريس، وكل هؤلاء قد كتبوا قصصا حسنا لا بأس به، ولكن الذين يكتبون في هذه الأيام من الشباب. دكتور طه، لك أبحاث ودراسات أدبية قيمة، ولك دراسات تاريخية ممتعة، وإبداع أدبي خالص بيتمثل في القصص والروايات. أي هذه الأعمال أحب إلى نفسك؟ أظن أن أحب شيء إلي هو كتاب هامش السيرة، لأني صدرت في كتابته عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب عميق جدا، وأظن أني عبرت عن هذا الحب تعبيرا لا بأس به. ومع ذلك فأنا لم أكن مبتكرا في وضع هذا الكتاب، وإنما قرأت كتابا فرنسيا للكاتب الفرنسي الكبير الذي عاش في القرن الماضي، وهو جيل لميتر، اسمه على هامش الكتب القديمة، فأعجبني هذا الكتاب جدا، وأردت أن أضع كتابا على هامش الأدب البعض، فاخترت السيرة لأنها مكنتني من التعبير عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد هذا الكتاب بعض الكتب التي كتبتها عن الإسلام، مثل كتاب الوعد الحق، لأني كتبت هذا الكتاب بإخلاص شديد جدا، لأني أحب الذين عاصروا النبي من أصحابه، و أذكر الاضطهادات التي احتملوها في مكة وما إلى ذلك، فصورت هذا بشيء من الإخلاص الخالص. وكتب أخرى كتبتها عن الإسلام، مثل مرآة الإسلام، وكتاب الشيخين عن أبي بكر وعمر، وكتاب الفتنة الكبرى عن عثمان وعلي. هذه هي الكتب التي أوثرها من بين كتبي كلها. وإذا لم يكن بد فلا بد من التصريح أيضا بأني فيما مضى كنت أعتز بأني من أوائل الذين كتبوا في العصر الحديث عن أبي العلاء المعري في كتاب ذكرى أبي العلاء، وفي كتاب مع أبي العلاء في سجنه، ولكن هذا شيء قد مضى وانقضى، فلندعه للزمن الذي كتب فيه. دكتور طه، سيادتك راجع من أوروبا قريب، وزياراتك السابقة كانت كتيرة، إيه هو انطباعك في المرة الأخيرة، وهل يا ترى في تغيير أو في جديد؟ والله الذي أثر في نفسي هذه السنة وأن إيطاليا كانت بلدا هادئا مطمئنا، ولكنها في هذه السنة كثرت فيها الإضرابات والاضطرابات بشكل خطير، فكانت الحياة فيها مخيفة شيئا ما، وقد اشتدت هذه الاضطرابات بعد عودتنا من أوروبا، ونحمد الله على أننا فارقنا إيطاليا قبل أن يضرب العمال جميعا،
وتقف حركة السكك الحديدية والبريد والتلغراف وما إلى ذلك. نحمد الله على رجوعك بالسلام. التفوق العلمي يا دكتور طه يكاد يصبح قسمة من قسمات حياتنا دلوقتي. يا ترى هل التأثير العلمي بيؤثر في الإبداع الأدبي والفني سلبا أو إيجابا؟ أما أنا فأعتقد أن هذا لا يؤثر، فأوروبا سبقتنا إلى العلم وإلى التعمق فيه والاستكشافات الخطيرة، ومع ذلك لم يمنعها هذا من إنتاج الأدب الرفيع طوال القرن 19 وأثناء القرن 18 والسابع عشر أيضا وفي هذا القرن. ولكن الشيء الذي ألاحظه هنا أننا نكثر جدا من الحديث عن العلم، ومن الحديث عن العلم الذي يتصل بالإنتاج، فنحن عمليون في كلامنا وتفكيرنا أكثر مما ينبغي. وأتمنى أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم وللاستكشاف العلمي ولفتح آفاق جديدة أمام الباحثين، وأعتقد أن هذا لا يزيد الأدب إلا رقيا وارتفاعا. طب دكتور طه، كيف تتصور أو تأمل الحياة في وطننا العربي وفي العالم في سنة 2000، يعني بعد 30 سنة؟ أرجو أن تكون خيرا من حياتنا الآن من النواحي الثلاث: الأدبية والعلمية والاقتصادية. أرجو أن يكون الناس أسعد في حياتهم المادية منهم الآن، وأن يكون المصريون قد تعمقوا في العلم وأصبحت لهم آثار جدية فيه، وأن يزداد إنتاجنا للأدب الرفيع حقا. أعرف أن لك اهتمامات أخرى غير الأدب والفكر، تهتم بالموسيقى، هل تفضل الموسيقى الكلاسيك أو الموسيقى الحديثة؟ وهل تتابع المحاولات الجديدة في الموسيقى الشرقية؟ آسف، أشد الأسف، لأني لا أتابع المحاولات في الموسيقى الجديدة، ولكني أوثر الموسيقى الأوروبية الكلاسيكية ولا سيما باخ وبيتهوفن وموزار ومن إليهم من الموسيقيين الممتازين. كلمات دكتور طه حسين نعتز بيها جميعا، ماذا تحب أن توجهه من نصح فكري وأدبي للأجيال الجديدة من المفكرين والأدباء؟ معذرة يا سيدتي، أكرر ما قلته أكثر من 1000 مرة، أنصح للشباب بأن يقرأوا كثيرا وأن يقرأوا الأدب العربي القديم، ويقرأوا في الآداب الأوروبية التي يعرفون لغتها. فمن يحسن الإنجليزية يجب أن يقرأ في الأدب الإنجليزي وفيما يترجم إلى الإنجليزية من الآداب الأخرى، ومن يحسن الفرنسية كذلك وهكذا. فمن غير هذه القراءة في أدبنا القديم والآداب الأوروبية الحديثة لا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة، لا في الأدب ولا في الثقافة بوجه عام. وأظن أنك تلاحظين كما ألاحظ أن عندنا في هذه الأيام شيئا من الضعف في الإنتاج الأدبي، وليس لهذا مصدر إلا أن الأدباء أو الشبان مشغولون عن القراءة بالحياة المادية وبالتلفزيون ولا مؤاخذة والإذاعة والصحف وما إلى ذلك، بحيث لا يكادون يجدون الوقت للقراءة، وهذا شيء يؤسف له جدا. وقد أسف له الكاتب الفرنسي دوهاميل منذ وقت طويل،
في كتاب أصدره دفاعا عن الأدب وعن الكتاب وعن القراءة، وأنا أصنع صنيعه الآن، وآسف لهذا وإن كنت لا أكتب عنه كتاب. على أي الحالات يا دكتور طه، التلفزيون يكفيه فخر أنه حينقل النصح ده لأدبائنا الشبان. طب في النهاية أنا لا أريد أن أرهق سيادتك، بس أحب أقول أن احنا بعد قليل حنقدم للسادة المشاهدين من كتابك المعذبون في الأرض فصلين، خديجة وصالح. تحب تقول أي شيء بالنسبة لهم؟ لا تؤاخذيني فإني لا أذكر هذا الآن. نرجو أنك تستمع إليهم معنا. أنا ما عنديش تلفزيون. يبقى إحنا بقى اللي هنجيب تلفزيون. لا، على أي الحالات إحنا سعداء جدا بالدكتور طه، ونأسف إن إحنا تعبنا سيادتك قليلا. وإلى اللقاء.